سؤال خارج المنهج يعني، وهو انا واحد من الناس المعجبين بهيرفي رينار، وكنت اتمنى انه يبقى مدرب منتخب مصر في يوم من الايام، وكان عنده عروض كتيره جدا، فوجئنا جميعا بانه بيرفض كل هذه العروض ويذهب لتدريب منتخب سيدات فرنسا، ولكنه كان سيء الحظ سواء في الاولمبياد او في كاس العالم. قيمت ازاي تجربه هيرفي رينار مع منتخب السيدات، وهل من السهل الواحد يجي من تدريب فريق رجال الى سيدات، ولا الامر التخصص هنا افضل؟ C'est une opportunité. إنها مسألة فرصة في المقام الأول. De toute façon, j'ai l'habitude de dire que c'est le même métier. C'est du football. دائما أقول أنها نفس المهنة. إنها كرة القدم. Et masculin. كرة القدم. Sont différents. النسائية تختلف عن كرة القدم الرجالية. نعم هناك اختلافات. ولكن بشكل منطقي لماذا لا ننتقل من كرة القدم الرجال إلى النساء والعكس؟ هذا ما فعله هيرفي رينار، ترك عالم الرجال وانتقل إلى سيدات. هو مدرب وهو مدرب يحب أن يغامر، و أقول برافو له على ما فعله. نعم هو لم يحرز اللقب، ولكن هكذا هي كرة القدم. اليوم هو تلقى عروضا للعمل مع منتخبات رجال أو فرق رجال، ويمكنه أن يختار، وهذا أمر طبيعي في عالم كرة القدم. هل بتحلم أنك تدرب منتخب رجال كبير في يوم من الأيام، ولا أنت مستمتع بالعمل مع كرة القدم النسائية، خصوصا أنه منذ بدايتك كنت في كرة القدم النسائية؟ ان شاء الله سوف نرى. لا اود ان اسبق الاحداث. انا مزدهر ومتالق مع كره القدم النسائيه كمدرب. هذا عمل احبه كثيرا. ربما تاتي الفرصه لي في يوم ما للعمل مع الرجال، لما لا، بشرط أن يكون هناك الطموح والتحدي والمخاطرة التي أحبها كثيرا.